وعليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم أن تشتركوا اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتعملوا لايك عشان يوصل لكم كل جديد. والآن وفيكم بأسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الخميس 23 يونيو 2022 ونبدأ. أسعار الحديد سجل متوسط الحديد في شركة عدة 18170 جنيه للطن، وسجل سعر الحديد بشهر 18070 جنيه للطن، وسجل حديد العتال 18000 جنيه للطن، بينما سجل سعر الحديد اليوم في المصريين 18070 جنيه للطن، وسجل سعر حديد الكومي 18000 جنيه للطن، وسجل سعر حديد الجوشي 18000 جنيه للطن، كما سجل سعر الحديد العشري 18000 جنيه للطن والمعادي 18000 جنيه للطن. كما سجل سعر الحديد اليوم في مصر ستيل 18000 جنيه للطن، وسجل حديد الدهيلة سعر 18170 جنيه للطن والمراكبي 18000 جنيه للطن، ويسجل سعر حديد عطية 18070 جنيه للطن. أما بالنسبة لأسعار الحديد في المصانع الاستثمار فيتراوح متوسط سعر الطن بين 17200 إلى 17500 جنيه، ليصل المستهلك ب 17500 ل 17700 جنيه. هذا مع العلم بأن هذه الأسعار هي أسعار أرض المصنع، ويتم إضافة من 200 إلى 500 جنيه للطن ليصل إلى المستهلك. أما بالنسبة لأسعار الأسمنت، سجلت أسمنت المسلح 1315 جنيه في الطن، كما سجل أسمنت النصر 1310 جنيه في الطن أرض المصنع، والعسكري سجل 1240 جنيه في الطن أرض المصنع، وأسمنت الممتاز 1345 جنيه للطن، وسجل أسمنت السويدي 1330 جنيه للطن في أرض المصنع، وسجل أسمنت المخصوص في أرض المصنع 1290 جنيه في الطن، كما سجل أسمنت وادي النيل 1285 جنيه في الطن، وسجل أسمنت حلوان 1310 جنيه في الطن. وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 960 إلى 1000 جنيه، بينما الأسمنت المقاوم من 1260 إلى 1270. هذا مع العلم بأنه يتم إضافة من 100 إلى 200 جنيه على أسعار المصنع ليصل إلى المستهلك. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 23 مايو 23 يونيو عفوا 23 يونيو 2022. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لدعمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.